راه جوسات راه اوتوماتيكمون قادر يوصل للجهاز ديالك، وقادر يوصل للنشاطات ديالك، وقادر يعرفك فاش كتفرج، وقادر يعرف اسيدي حتى الدرجة ديالك والتموقع الجغرافي ديالك عن طريق ال ام بي فين كاين انت. قال لك اصبحت اشك بان غوسات هو هذا. وشوف انا بصراحه هذا الشيء ديال الشرينج انا من شحال هادي تنقول وشحال هادي بعدا انا وانا تناكد على واحد النقطه، انا ما كنستبعدش انه ربما هذه بين قوسين ربما ماشي تاكيديه، ربما انه هذا المجال ديال الشرينج عنده واحد النسبه ديال القانونيه، حيت انا دائما ملي كنشوف انه الحرب ملي كتقوم مثلا على شي خدمه او لا على كذا كنشوف دائما كتقام على لي سيرفور ستريمينغ، ما عمرني سمعتها تقامت على لي سيرفور شرينج. علاش؟ لان السيرفر شرينج هو تيبقى حساس اكثر من لي ستريمينغ. علاش؟ لانه الداتا ديالو فهي كتكون قليله. ثاني حاجه ممكن انه اي واحد يقدر يوصل ليه. رابع حاجه كتبقى علامه استفهام مفتوحه، ما باش انه نقولوا انه راه ربما قانونا او لكن شي جهه قانونيه اللي كتبناه. بصراحه مادام ما شفنا حتى شي حاجه ما سمعنا حتى شي حاجه كنقولوا هذا والله اعلم، يعني ما نقدروش نقولوا راه بالفعل انه المساله فهي كاينه ولا ما كايناش، حيت هذا الشيء كيدير هذا الفريق انا تتبان لي مساله ديال القانون، حيت ملي كيجي واحد وتيقول لك شوف السي حنا عاطينك هذه الخدمه راكم كونيكتي معنا في الانترنت، راه حنا كنعرفوا لك الشاده قبل من الفاده، يعني راه انت مادام كونيكتي الواي فاي ديالك مع لي سيرفر ديال الكوسات، راه كوسات راه اوتوماتيكمون قادر يوصل للجهاز ديالك، وقادر يوصل للنشاطات ديالك، وقادر يعرفك فاش كتفرج، وقادر يعرف اسيدي حتى الدرجه ديالك والتموقع الجغرافي ديالك عن طريق ال ام بي فين كاين انت. لانه كما تنعرفوا انه ملي كنلتقطوا حنا شي ساتيليت على سبيل المثال، فراه كنلتقطوا في واحد النقطه، في واحد النقطه محدده في العالم. يعني انت مثلا في الدار البيضاء ملي كتكابطي النيلسات الجهاز فهو راه كيقرا معلومات انه انا راه كابطيت النيلسات على الدرجه 7 كذا، على وضعيه كذا 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 الى اخره، على حسب لو ديسيبل وات، يعني راه معلومات دقيقه كتقرا فاش في هذاك الجهاز اللي ممكن انه يحدد التموقع الجغرافي ديالك انت فين كاين بحال الجي بي اس، فهمتيني؟ وبالتالي فراه ممكن يعرف عليك اي حاجه، يعني القناه اللي كتفرج فيها مثلا لي فريكونس اللي انت مثلا كتفرج فيهم بزاف، وكيحاول انه ياخذ افكار او لا ياخذ كما كنقولوا الحاجه اللي كتستهدفك انت كمتلقي البرامج، كيفاش انت مثلا كتعامل مع الجهاز او كذا، وهذا الشيء راه كيحاول انه يطوروا يعني الخدمات ديالو. هذاك الشيء علاش انا تنقول انه غوسات حطنا بين نصين، ما عرفنا واش واش هي شركه كتعامل بالمسائل بشكل قانوني او لا شركه كتعاود كما كنقولوا الديكريبتاج وكتحاول انها تسمي راسها قانونيه. يعني على حدود الساعه حطوني بين نصين، يعني هذا الشيء ملي ولا كيتزاد الثمن ديالو هنا بدينا كنقولوا اه ما يمكنش. سيرفر واحد الوقت كان كيتباع ب 70 درهم 60 درهم، دابا ولا السيرفر دابا ولا تيتباع ب 200 درهم 250 درهم او عام ب 550 درهم. يعني هنا راه بدينا تنطرحوا شويه ديال الاسئله يعني في هذا الموضوع. داكشي علاش حنا كنقولوا مادام ما شفنا ما رينا ما سمعنا تنقولوا هذا والله اعلم، حنا نحللوا داكشي اللي جا قدامنا والباقي راه تيبقى كما كان الحال امر ومكتب. شكرا لك، مرحبا خويا سعد. انا قصدت نسولك على داك السيريال اللي كيبان في القنوات الباقه القرضاريه هاد الايام، قال لك عين، واش كظن زعما اليه فعاله باش يتعرفوا على اصحاب الروستريم؟ هو شوف هو داك السيريال اللي ديجا هو تيطلع عندك مثلا في لافيشاج او اللي كيتافيشا لك في ديك الشاشه، هي راه اليه مقربه باش يوصلوا لمول السيريال ويوقفوه ليه، لانه هما علاش داروا هذيك لافيشاج؟ هما داروها باش انت مثلا كنتي حال شي سيرفر ستريمينغ او لا كتعاود دير رو ستريم كيف ما شرتي، مباشره اي سيرفر طلع فيه هذاك الهاش كود او هذاك السيريال كيف ما كان نوع السيرفر. شتي واخا تكون مثلا انت مكري سيرفر واخد لوكال مثلا عند واحد كاين في شي بلاصه مثلا بعيده من العالم، وكتجيب هذيك القناه وتم الكشف ديال هذيك القناه مثلا انه راه هذا الشخص واخد داك السيريال، كيشدوه اوتوماتيكمون تيضربوا. علاش؟ لانه هما اللي عندهم لا باز دوني، عندهم كيما كان الحال هما كاع ديك الداتا كلها عندهم هما، يعني راه حتى حاجه ما غتصعب عليهم، راه كلشي قريب لهم هما، شحال غيخرجوا
غيخرجوا الملايين من اجهزه الاستقبال الفضائي، ماشي على الملايين ديال اجهزه الاستقبال الفضائي. وتخيل معايا شحال من شركه كاينه دابا خدامه بالاجهزه ديال الفريق ديال غوسات، وتخيل معايا دابا شحال من شركه شافت ان فريق غوسات نجح ولات حتى هي كتجيب او كتستورد اجهزه بسميتها او بسميت الشركه ديالها اللي كتحمل المعالجات ديال فريق غوسات باش تعاود التسويق ديالها، لانه ما كاينش شي جهاز اخر غتنافس به. تجيب واش غتجيب لك جهاز فينيكس، وغتجيب لك مثلا جهاز على سبيل المثال ديال فانيلا، ولا مثلا جهاز على سبيل المثال ديال ستار كام. ما غاديش تجيب لك هاد الاجهزه لانه اوتوماتيكمون الناس دابا ولاو عارفين انه فور ايفر ذا بيست، فور ايفر هو الافضل. الاجهزه اللي فيها الفور ايفر هي الواعره، ماشي الاجهزه اللي واعره، ولكن راه السيرفر اللي في الاجهزه هي اللي واعره، فهمتي؟ وبالتالي فاوتوماتيكمون دابا ملي كنقولوا انه واحد كيستخدم هذاك لو سيريال وتافيشا تيتضرب ليه. ولكن راه كيبقى السؤال مفتوح عاوتاني حتى في ديك القضيه ديال انه دايرين لك ايميل وبريد الكتروني كيقول لك الا بان لك شي هاش كود اجا خويا بيع بمولاه. هاد المساله انا جاتني تاني في يعني غريبه، لانه يقدر مثلا نفترض انت تشري الكودات، او مثلا انت عندك واحد السولد في مانجو تتبيع للناس مثلا، ناض شي سوء تفاهم بينك وبين شي واحد، نفترض مثلا شي واحد شارجيتي ليه وما خلصكش، او لا مثلا شي واحد شارجيتي ليه وجا مثلا بدا فهمتي ناض بينك وبينه شي نشاب، اوتوماتيكمون غتهز داك السيريال ديالو ولا غتهز ديك اللعيبه وغتصايبها في شي قناه مثلا بالفوتوشوب وغتصيفط لهم في الايميل، هو مشى ليه السيرفر. اذا راه حنا فين هنا فين كنقولوا انه كاين شي حوايج انا كنشوفهم بدائيا، وكاين شي حوايج اللي تقنيا اول مره كنسمعوا بهم، فهمتي؟ بدائيا انا دير لي ايميل وتقولي لك شفتي صيفط لينا، باش من صيفه غادي نوض انا ونبيع بواحد مثلا عنده مثلا واحد الهاش كود ونصيفطو للفريق، وانا مستافد من سيرفر ستريمينغ شاري بالفلوس. اش من مصلحه عندي انا مثلا نبيع به باش يقطعوا ديك القناه وانا ما نتفرجش فيها مثلا؟ يعني انا هذا الشيء مازال باقي تيدر في الراس، ومازال باقي كنحاولوا نحلوه. وكذلك كنتمنوا ايضا الاخوه اللي معنا يحاولوا يعطونا كذلك التجربه ديالهم، والناس اللي توقفات لهم حتى هما يقولوا لنا راه توقفات لنا باش نعرفوا اشنو واقع بالضبط. مرحبا. بالنسبه للفرق بين فوريفر فانكام، واش كاين الفرق بيناتهم في فتح القنوات؟ الفرق اخويا كيكون في الكفاءه ديال الجهاز في فتح القنوات. علاش؟ لان الفانكام هو القدره ديالو كتكون بعض المرات ضعيفه، انه مثلا الا درتي لي عدد كثير ديال القنوات كيبدا يتشنج. بعض المرات مثلا الا كانوا بزاف ديال القنوات اللي كيفتحهم لينا الفانكام مثلا وكانوا ملونين، الجهاز كيتفروح، وبالتالي فالفانكام دائما كيجي لايت، يعني ما كيجيش كما كان الحال عامر مقارنه مع الفوريفر. حتى الفوريفر راه فيه الاس او الجوده القياسيه، وفيه الفي اي بي بالنسبه للاجهزه الاخرى. علاش الفانكام ولا غالي بحالو بحال فوريفر؟ حيت ما بقاش الفانكام عادي، دابا ولا الفانكام اخويا حتى هو بالتيفيستيك. دابا علاش ولا غالي؟ حيت ما بقاوش لي كود ديال الفانكام اللي كنتي كتعرف شحال هادي، دابا ولا الفانكام فيه حتى هو قال لي بوكي تقريبا بحال فوريفر. ملي تدخل دابا داك السيت ديال التجديد، اولا ملي كتدخل داك الويب سايت مثلا باش انك دير رينوفلومو، يعني دير الرينيو بوكس، يعني مباشره تيطلع لك على انه هاد السيريال خاصك تشارجي فيه تيفيستيك، يعني صافي انفو كدير هذاك الشارج تيفيستيك مباشره، فهو تيعطيك واحد الصوم او واحد الثمن اللي هو طالع. واحد الوقت كنتي كتشري الفانكام ب 80 90 درهم، دابا راه تشري ب 120 130 درهم. هذاك الشيء علاش ولا طالع.